الحقيقة يمكن من أكتر الأماكن اللي أمضيت فيها وقت طويل جدا في التأمل هو إيوان القبلة في مسجد الزهر برقوق، خاصة علاقتي بالسقف اللي احنا اتكلمنا عنه وشوفنا جماله واللي ملوش مثيل في العمارة الإسلامية بالكامل. يمكن بعد الجولة الثرية دي الواحد محتاج يتكلم عن المماليك، يعني عن العصر المملوكي. هنا في أمور عايزة توضح أو يعني محتاجة إعادة نظر. اللي بنى العمارة دي كلها واللي شيد هذه الصروح واللي أوجد الظروف عشان الإبداع المصري يتجلى في أجمل ما نراه حوالينا من شغل الرخام والزجاج والنحت، لا شك أن هذه العصور لم تكن عصور كما يعني تصور في بعض الكتب أو يمكن في بعض المسلسلات التلفزيونية أنها عصور ظلم وعسف وجو وهكذا. أنا أولا، من هم المماليك؟ عشان ما نخلطش، المماليك كانوا بيجيبوهم تجار الرقيق، أطفال صغيرين من أماكن مختلفة، من أواسط آسيا، من بعض البلاد الأوروبية زي اليونان ومنطقة شرق أوروبا. بيجوا أطفال صغيرين يتم تسليمهم إلى معلمين بعد ما بيشتريهم المماليك السلاطين، ويبتدي تربيتهم وتعليمهم القرآن الكريم والفقه والفروسية، ولكن يعني كانوا بيتربوا تربية مدنية وعسكرية في نفس الوقت. دولة المماليك في مصر بتنقسم إلى أقسام. القسم الأول اللي هم المماليك البحرية، بعد نهاية الدولة الأيوبية استولى المماليك البحرية على الحكم، اللي هم الجنود. وليه كان بيسموهم البحرية؟ لأنه كانوا بيقيموا في قلعة الروضة اللي في منطقة جزيرة الروضة والمانيال اللي احنا بنعرفها دلوقتي في وسط النيل.